قال الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته كالوهابية. هؤلاء الوهابية عندهم إثبات أصل الجلوس لله ليس تشبيها له بخلقه على زعمهم، فيقولون الله جالس لا كجلوسنا، فأين عقولهم؟ الجلوس كيفما كان هو من صفات الخلق، كيف يقال الله جالس على العرش؟ هذا شتم لله. على زعمهم عظموا الله، هذا ليس تعظيما لله، إنما جعلوه كخلقه، له نصف أعلى ونصف أسفل. خلقه يجلسون البقر والحمار والكلب والخنزير والبشر والجن والملائكة يجلسون، جعلوه كخلقه، ما مدحوه ولا عظموه.